عمليات نوعية بدأها الجيش السوري في مدينة القصير، عمليات تركزت على الجزء الشمالي من المدينة وريفها الشمالي أيضا الذي يضم 4 قرى رئيسية: عرجون، البويضة الشرقية، والضبعة والحميدية. نحن بأول العملية، بأول يوم من العملية حاولنا قطعنا الطريقين الإمداد الرئيسيين عن مدينة القصير، اللي هو طريق الضبعة القصير الضبعة، وما زالت العمليات عليه. والطريق الثاني هو طريق الديابية، طريق الديابية القصير. كمان نهينا ابدا الامداد نهائيا، هلا هن بمرحله عم يستخدموا اللي عندهم فقط لا غير. هذا هو الجزء الشرقي من القصير، وهذه هي طريق حمصة بعلبك الرئيسيه لتهريب الاسلحه والذخائر والامدادات. امدادات يقول الجيش السوري انه قطع شريانها الاساسي. الوصول الى دوار القصير لم يكن سهلا، عبوات ناسفه فككها الجيش وصواريخ صادرها بعد سيطرته على الجزء الشرقي والجنوبي والغربي للمدينه. مرحلة عسكرية أولى تمت بنجاح، هكذا أكدت مصادر عسكرية للميادين. مرحلة ثانية ستشمل القسم الشمالي للمدينة وريفها لتنهي بها القوات السورية عملياتها العسكرية. من مدينة القصير، محمد الساحلي، حسن سكيني، الميادين. ونبقى في القصير، حيث جلت مفادة الميادين إلى الحي الشرقي من المدينة والتقت عددا من أهليه الذين تحدثوا عن المعاناة التي عاشوها قبل دخول الجيش السوري إليه. أسماء وأرقام وبيوت أصبحت في مهب الريح جراء أزمة اقتلعت المواطن السوري من جذوره، جذور يصر اليوم على العودة إليها. تفتح لك دينا الباب، تلاقيك عند مدخل المنزل لتقرأ في عيونها كلمات لم تقدر على قولها. هي الطفلة التي ما زالت تسكن في القصير مع عائلتها، وعلى أصوات القذائف تلعب مع شقيقها. والد دينا سعيد عانى الأمرين خلال الأحداث، يحمل اليوم السلاح للدفاع عن نفسه. الجيش إجا حررنا وقاعدين هون حد الشباب الجيش وعم يأمنوننا أكل وشرب، والله يحميهم. بس أنت مدني وحامل السلاح، ليش حامل السلاح؟ حامل السلاح لأنه ذبحوا أخوي، ذبحوا لي ابني، وما خلوا لي وسيلة إلا أدافع عن وطني وعن كرامتي وعن أولادي. هي المعاناة نفسها ولكن بأوجه مختلفة. روحية قتل شقيقها أمامها في باحة المنزل جراء وقوع صاروخ دفنته في الحديقة، وبالدموع في عينيها تودعه. يعني كرامة الإنسان منقول كرامته، كرامته البطن مقدور عليه، بس الكرامة مو مقدور عليها. نحن عايشين بسجن يا ماما، بسجن بسجن غريب غريب، ما حد بعرف. صرنا هلأ سنة ونص نحن عايشين بسجن. هم جيران في البلد والحي والحياة. أبو الياس أيضا رفض مغادرة منزله. ما بدشر بيتي، كيف بدشر بيتي؟ بيتي أدشره أنا؟ جنيت عمري فيه لا أدشره أطلع؟ ليش بدشره؟ ما زال الله والجيش حاميني، هم أنا قاعد معه، قاعد بقلب الجيش، ليش لا أطلع؟ طالما في من يحميني ليش لا أطلع؟ بس خربوا بيوتنا على أراضينا، ما عاد زلنا بساتيننا يبسيت، بيطلع برات البيت وبيخطفوه، شو بدك أكثر من هيك؟ هي أحداث خلفت دمارا وخرابا وجروحا في نفوس لن تنسى، نفوس تحاول لملمة الجراح اليوم للمضي قدما. ريمي معلوف، فلاديمير بوبوف، من القصير، الميادين. ونبقى في القصير، وتنضم إلينا من هناك ريمي معلوف. ريمي، ماذا يجري الآن؟ ماذا عن الجيش السوري وماذا عن المعارضة المسلحة؟ نعم سلمى، نحن ما زلنا في ريف القصير، وبالطبع يعني أصوات الاشتباكات ما زالت تسمع حتى هذه الساعة منذ الليل ومنذ فجر صباح اليوم أيضا. خلال الليل سلمى أحبط الجيش السوري محاولة تسلل في السلسلة الشرقية من ريف دمشق إلى مدينة القصير، أي هذه المجموعة المسلحة التي كانت تحاول الوصول إلى مدينة القصير كانت أتي إما من ريف دمشق أو من بلدة عرسال اللبنانية. وفي موازاة ذلك ايضا سمعت يعني تركز هجوم الجيش السوري على نقاط معينه للمعارضه المسلحه داخل مدينه القصير، وبالتحديد في الجهه الشماليه من هذه المدينه. وبالطبع سمعت بعد هذه الاشتباكات يعني اصوات انفجارات متتاليه، وشهدنا الدخان الاسود بام العين، مما يعني ان المصادر العسكريه اكدت لنا انهم يعني فجروا او استهدفوا مخزن للذخائر اللي تابع لمقاتلي المعارضه المسلحه. أيضا خلف الجهة الشمالية لمدينة القصير سلمى قرية الحميدية يتقدم فيها الجيش السوري بشكل ملحوظ منذ يوم أمس،
وهو ما زال يشن يعني عليها هجوم مركز جدا، وهو اقتحمها يمكن القول، والاشتباكات دائرة في الحميدية أيضا. نعم، المعلومات أفادت بأن المرحلة الثانية بدأت، هل كل ما ذكرته من تقدم للجيش السوري على الأرض هذه هي المرحلة الثانية؟ يمكن أن نحلل المرحلة الثانية بأوجه متعددة سلمى. البارحة المصادر العسكرية أكدت لنا أن المرحلة الأولى انتهت بنجاح للجيش السوري، وهو الآن يقوم بتفكيك العبوات وأيضا يعني نبش الألغام التي زرعها مقاتلو المعارضة، ولكن لم تحدد طبيعة المرحلة الثانية. يمكن القول ربما أن المرحلة الثانية تتمثل في السيطرة على الجهة الشمالية، وبالتالي إعلان منطقة القصير تحت سيطرة الجيش السوري الذي بدأ عملياته فيها منذ 5 أيام تقريبا. أو يمكن القول أن المرحلة الثانية أيضا يمكن أن تكون في إعلان السيطرة على كافة القصير وأيضا محيط القصير عدا عن ريف القصير، أي البلدات التي هي متمركزة خلف الجهة الشمالية والتي ما زالت حتى هذه الساعة تدور الاشتباكات فيها سلمى. يعني القرى الرئيسية الأربع، نعم، وهي الحميدية والضبعة والبويضة وأيضا عرجون. نعم، ريمي معلوف مفدت الميادين إلى القصير، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.